من دفع أكثر للعجلة بإصدارهم السجناء أنفسهم. يعني السجناء أنفسهم كانوا من خلال قنوات معينة يتساءلون متى سيصدر الكتاب. وكالة أنباء البحرين اليوم دشنت إصدارها الأول الذي حمل عنوان زفرات، والذي يحتوي على إفادات السجناء حول أحداث سجن جو في البحرين التي وقعت في 10 مارس 2015. حفل التدشين الأول للكتاب في نسخته العربية أقيم في العاصمة الألمانية برلين بحضور عدد من المهتمين من الألمان والجاليات العربية، إضافة إلى أبناء الجالية البحرينية في ألمانيا. تضمن الحفل ندوة تحدث فيها معد الكتاب الصحافي نادر المتروك والناشط النقابي والمعتقل السابق إبراهيم الدمستاني، وأدار الندوة الإعلام العربي أكثم سليمان. المتروك تطرق إلى أهم ما يميز الكتاب بوصفه عملا توثيقيا غير مسبوق، مشيرا إلى أن العمل على إعداده استغرق عاما كاملا. هذا الكتاب يوثق وجهين من أهم وجوه الثورة في البحرين. الوجه الأول هو وجه المعاناة والتعذيب الممنهج، والوجه الآخر هو وجه التمرد والمقاومة. لمن سيقرأ الكتاب سيجد هذين الوجهين. هو هذا الكتاب دعوة للنظر إلى البحرين من خلال سجنها الكبير، سجن جو. هذه الانتهاكات التي جرى وصفها بالكتاب لا بد للقوى المعارضة من أخذها بالحسبان عند تعاطيها مع النظام. من الناحية السياسية لابد أن تعي الأطياف السياسية أو التيارات السياسية أن تكون أكثر جدية في التعامل مع هذا النظام، وأيضا وضع تطوير أدواتها في التعامل مع هذا النظام بما يتماشى لوقف هذه الانتهاكات. هذه الزفرات التي وردت في الكتاب ستتحول إلى غضب في الشارع البحريني الذي يغلي غضبا على النظام الخليفي. كتاب زفرات يعني لا تكفي، هذه الزفرات سوف تكون يوما ما صرخات، ومن صرخات إلى نتائج عملية على الأرض حتى وإن طال الزمن. ويعني لا يسعني القول أكثر مما قاله والد الشهيد علي الدمستاني. وتظل هذه الزفرات غيظا من فيض الانتهاكات التي ارتكبتها العائلة الخليفية منذ أن تسلطت على رقاب البحرانيين قبل أكثر من قرنين من الزمن. لكم أن تتخيلوا في شهر 3، يعني في هذا الوقت الجو بارد، يتم وضعنا في ساحة كبيرة نتوسد أيدينا ونفترش الأسفلت دون فراش للنوم أو أغطية يعني لتغطية الجسم، أو على الأقل وقاية الجسم من البرد.